بسم الله على بركة الله، في حلقة جديدة من الحلقات اللي كنقدم لكم في قناتي، قناة تنظيم وطبخ وتدبير تفرح ام البنين، نزولا عند رغبتكم. بما اني طرحت لكم في واحد الفيديو ديال الروتين نهار اللي ماني خدامة بكري، وكنت طرحت لكم على اني ماشية لابيسين، سولتوني مجموعة من الاسئلة على لابيسين، وسولتوني على اللباس ديال لابيسين الى غير ذلك. انا بغيت نعدل لكم هو فيديو تفصيلي خاص بمسائل ديال لابيسين. بالنسبه للمسبح او السباحه، كيف كتعرفوا على انها هي رياضه مهمه ومفيده خصوصا للمراه والاطفال الى غير ذلك. بالنسبه للمراه هي مجال تبدل فيه الجو، كتغير فيه الروتين، وكتمارس فيه مجموعة من الرياضات. لأن يعني السباحة كيف كتعرفوا جميع الأعضاء وجميع العضلات كيتحركوا، وكتحيد عنها ياسر من التوتر عفوا، وكتحيد عنها ياسر من الستريس ومن العياء ومن مشاكل كتكون عندها اليومية، سواء في العمل إذا كانت خدامة أو واخا تكون ربة بيت. كنسوا الطبخ والوظيفة العادية ديال المرأة في البيت، من كنس الطبخ وتدبير وتنظيف وتنظيم، وهاد الأمور ديال البيت اللي كتقوم بها مجموعة من الأعمال اللي كتقوم بها ومختلفة في وقت واحد وفي وقت وجيز. بالنسبة للسباحة هي مجال التنفس ومجال كترتاح فيه المرأة وتبدل فيه شوية ديال الجو، خصوصا إذا كانت مع مجموعة محترمة ومجموعة نسائية محترمة وأستاذة محترمة، وفي مكان خاص بالنساء. كتعود السباحة عندها نوع خاص وطعم خاص. نمشو لهذا نزولا عند رغبتكم، نمشو لهذا الصاك هذا معدلة فيه أنا، اللي كندي معايا بشكل يومي واللي كنعود موجدته دائما. كيف قلت لكم مباشرة من كنرجع من السباحة كننشر هذوك اللي الملابس اللي كيكونوا تنقى وتصبن، طبعا تحيد منهم راس الكلور، وكنخليهم يتشمسوا نهار كامل. في العشيه كيف قلت لكم كنجمعهم، كنطرحهم في الصاك باش كنحيد عني هذا المشكل ديال كل نهار خاصني نجمع اللباس. اذا هذا اللباس هذه الليله اللي قبل غنمشي لابيسين، غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم غنمشي لابيسين، وغادي نشارك معكم ياسر من التفاصيل ان شاء الله، ما نحرق لكم المفاجاه. بالنسبه للصاك هذا شنو معدله فيه؟ معدله فيه الفوطات اللي كنحتاج للبيسين، معدله فيه الملابس اللي كنلبس عقب الاستحمام، معدله فيه هاد زيبلوك كنحط راح فيه بصاراتي، راكم شفتوها في الروتين، طرح فيه بصاراتي، وكنطرح فيه بورطابلي باش ما يرغل كيبقى حدايا. طارحه فيه هاد لوسيون هذا ديال الجسم اللي كندهن به الجسم عقب حمام الدش. حمام الدش كيكون بالماء البارد لما فيه من الفوائد. بالنسبه للبسه هي هذه، نحاول نصورها لكم مزيان. لبسه كنعوم بها، بالنسبه للعوم كل سيده كتعوم باللي موجود عندها. انا فضلت هذه، كنت شريتها في سيكوندا مانو في اسبانيا، شريتها تقريبا بشي 5 اورو، وكانت تبارك الله ماركتها جيدة شفتوها، ونقية بياسة نقية. وهاد البياسة هادي راهي موجودة في ديكاتلون، بالنسبة للسيدات اللي كيشرو المسائل ديال الرياضة من ديكاتلون. أنا كنختار نعوم بهذه لأنها كتعاونني في الرجيم، لأنني معدلة رجيم، وكتعاونني في الرجيم، وكتعاونني حتى في السباحة. وكنلبس طبعا ما كنلبسهاش ديريكت، كنلبس تحتها ملابس اخرى، ملابس داخليه. اعتذر ماني اللي نصورهم لكم نظرا للخصوصيه، ويمكن لبس تحتها ملابس داخليه دوني الى غير ذلك، باش نحمي الجسد ديالي من هذا النوع من ديال البلاستيك، وفي نفس الوقت يعاونني لان هذه نوعها ديال الميكا، ومني كترغن كتلصق على الجلد. اذا هذه اللبسه هذه كيف شفتوها هون، ها هي فيها لا النص ما هي قاف الى التحت، انا كنفضل نعوم بها. بالنسبه للاشياء الاخرى، ما نمسح لكم هذه
هاد الميكه هادي نشطرف معاكم اش موجود في هاد الزيبلوك. بالنسبه للاكسسوارات الثانيه ديال العوم، انا عندي هاد جوج بونيات، عندي هاد البوني هذا في الغوز كي شفتوه، وعندي هاد البوني هذا اللي موجودين، هادو موجودين هنا في العيون، موجودين في المحلات اللي كيبيعوا الملابس الرياضيه. غير انا صراحه ما قدستهم ما قد شفتهم، ولكن من سولت الطفيلات سولوني الطفيلات باطل عن شي مسائل، وقلت لهم انا شاريتهم نعات البلاد اللي شاريتهم من اسبانيا، ولكن وحدات تدخلوا قالوا لي انهم راهم كاينين هون في العيون. هادو ديال الوذنين، هادو بونيات ديال الراس، كيجمعوا الراس باش ما يلحقوا الكلور، راكم عرفتوا فروه ديال الراس الكلور ما هو صحي لها، كثرت الكلور دائما، وهادو كيحموا الشعر، كيحموا الفروه ديال الراس من ماده الكلور، خصوصا هذه مزلت هذه شويه واسعه، رغم انها ما كيلحقها ما كيلحقني فيها الماء، غير هذه مزيره قباله، هذه كتلصق قباله على الراس. مره كنستعمل هذه مره كنستعمل هذه، ديبيندي على حساب اللي بغيت. بالنسبه لهاد المسله هذه، هادو ديال الوذنين خاصين بالوذنين، هادو على حسب الماء ما يدخل لك، الا دخلنا الا غطسنا وسط الماء ما كيدخل الماء، ما كيخلو الماء يدخل للوذنين، وفوق ذاك ما كيوغدو لك، بالنسبه مثلا حتى الا طاح ولا شيء كيسكنهم، حتى هاد البوني كيسكنهم، ملي كنديرهم على وذنيه كنقفلهم بهاد البوني هذا ولا الثاني، صافي كيبقاو محافظين لي على وذني، ما كيدخل لهم الماء، لان انا كنعاني من داك الماء اللي كيدخل للوذنين كيوجع لي وذنيه. هادو حاجز وشفتهم هون خفاف، وحتى الا طاحت لك في الماء ولا شيء كتبقى كتلعب فوق الماء، يعني كتشوف فيها بعض المرات كطيح لي، كنجبرها فوق الماء، ما كتطيح لانها بونجه خفيفه وما كتوجع الوذنين. كاينين واحدين بلاستيك غلاظ، مي كديرهم في الوذنين وكنعدلهم في الوذنين وكندخلوا الماء كيوجعونا الوذنين. هادو خفاف وما كيقبضوا اسمو، انا كنعدلهم هون في هاد البوني باش ما يوغدوا عليا. هادو النظاظر ديال السباحه، حتى هما كيعاونوا كيخلوا العينين يدخلهم الماء اللي عامر بالكلور الى غير ذلك. بالنسبه لهاد لاتروس هادي كيف قلت لكم، او هاد سميتو هاد الزيبلوك معدله فيها الباندوش وشامبوان ديال الراس، انا معدلتهم في هاد القريعات صغيرين، هاد القريعات صغيرين كيعاونوني بزاف، سواء في السفر او في بحال هاك في الحمام او فهاد لابيسين، لما كنشرو راكم عارفين يعني كنشري شامبوان والباندوش ديال ليترو، باش تعودي ماشي قايسه حمام والله ماشي قايسه مسافره والله ماشي لابيسين كيف هاك، تهزي معاك هذاك البوش كامل ديال نص ليترو والله ديال ايترو، كيجي شويه ثقيل وكيثقل عليك، وحتى في الحمام مثلا هذاك الباندوش ولا هاك شامبوان كتعرضيه لواحد النوع من الحراره اللي ما هو صحي ولا هو زين. اللهم نقبض هاد العبوات هادو صغيرين كينباعو بحال هاك، كنعمرهم بشامبوان وكنعمرهم بالباندوش، كيف شفتو هذا فيه 50 ملي وهذا تقريبا فيه شي 30 ولا 40، حاني نشوف فيه تقريبا اسمحوا لي هون فيه 30، فيه 30 ملي، مزيان وزين وكتهناي منه، رغم انه هاد البوش هذا كان عندي فيه بادي لوسيون، كان عندي فيه حليب، منين وفى منه الحليب عاد كنعدل فيه شامبوان ديال الراس باش ما نضيع الشامبوان اللي عندي، لان عندي فيه ايترو اولا 850 ملي، والباندوش عندي هاد الماركه هذه فيها ايترو. اللهم هادو بجوج، هاي فكره بغيت نشتركها معكم، فكره سواء في السفر سواء في الحمام سواء في السباحه او في لاصال الطفيل كيعدلوا لاصال، في عضليت في دي مع قرعه ديال اسمو ديال باندوش ولا شامبوان، احسن لك قريعات صغيرين تعمريهم احسن، واقتصاديين وما كيضيعوا الى غير صافي. وكاينه الشبه ديال الصابون طبعا. هنا معدله ميكات بلاستيكات على حساب منين كنمرق من المسبح،
كنلبس اللي كنت لابسه راغل، كنجمعو في هاد الميكات باش ما يرغل لي الشافوش، كنجمعو في هاد الميكات ريتها من الحاج الدار وتصبنو وينتشروا. هون صورت لكم هاد المقطع، هذا فيه النعايل ما كانوا عندي في هذيك اللحظه في الشاكوش، لان التركه راهي ما بغيت نوعيهم. هذا النعايل سبيسيال ديال العوم، ما كيزلقوا، راكم شفتوا الحاشيه ديالهم. انا هون في الصباح وجدت الديتوكس اللي كان دي معايا دائما للبيسين ولا للرياضه. راني كنجمع لكم فيديوهات ديال انواع الديتوكس ان شاء الله. الديتوكس هو واحد المشروب اللي كيكون طارد للسموم وكينفع في الريجيم بالنسبه للناس اللي كيتبعوا حمية معينه، وكيكون صحي وكنستفادوا من مكونات هذاك النوع من الخضر. كل نهار كندير شكل، اليوم درت الخيار والحامض وبعويد او الاجار. اذا قلت لكم لانه مفيد جدا للصحه ومفيد للريجيم وعمليات التخسيس، وكذلك يفيد ايضا في السمنه. ما علينا، في حلقه اخرى ان شاء الله نعدل لكم نتكلم لكم عليه. هون انا حاولت نصور لكم مسائل طبيعيه دون اي بروتوكول. مره قلت من الكراج بحكم صاحبتي ما عندها حصه اليوم، ما هي جايه. شفتوا الطريق، هذه هي الطريق ديال لابيسين. انا هون حاولت ما امكن نصور لكم الطريق. شفتوا المشتل هو هذاك اللي على اليمين، انا وقفت هون. راه هي مدرسه الوفاق، شفتوا هذه مدرسه الوفاق، مدرسه الابتدائيه العموميه من قالها الوفاق، مسند عليها المسبح البلدي الوفاق. المسبح الدخله ديالو هي هذه، وهذا الساحه ديالو كيستافدوا منها صحاب الايروبيك، صحاب الرياضه، كيعدلوا فيها الرياضه، كيعدلوا فيه مجموعه من الانشطه. صراحه المسبح رائع جدا. مسبح كيف سولتوني الطفيلات مغطاه، هو مسبح مغطاه خاص الحصص ديال النساء، فيها ديال النساء، ما فيه كاميرات بالنسبه للعلايات المتخوفات. شفتوا كيفاش داير في معايير دوليه رائعه حقيقه الحقيقه. صرعوه وتقنوه تبارك الله ما شاء الله، ونقي. والاهم فيها لان المسؤولين اللي فيه مسؤولين في المستوى. شفتوا هنا الحصه، انا راه خليتيني مرقوا الطفيلات، مرقوا العلايات، ياك بديت كنصور لكم. شفتوا العلايات ديال التنظيف مساكن الله يعاونهم ان شاء الله. هون هذاك البلاكار فيه داك السوفطاجات، جامعين فيه السوفطاجات مباشره من كتمرقي من لابيسين كتدخلي الى الدوشات. هما هادو شفتوا التقنيات باش معدين الدوشات، تقنيات حقيقه زينه وراقيه ونقي. الاهم من اهم حاجه هو نقي ومسقول ومعايير روعه. حقيقه انا ما كنت متصوره عنه هذا الشكل، لا يعود بهذا الشكل. هذه هي الحلقه ديال اليوم، كنتمنى الحلقه تنال اعجابكم. ونعود حطيت وادنيت كل شيء المسائل ديال المسبح البلدي، واني بكم الى حلقه قادمه ان شاء الله.